باقي دونور سعيد اخي الصمدي وان شاء الله تنعاد عليك بسنه حلوه وجميله ان شاء الله. ان شاء الله. سعيد الصمدي يا حلوه بشي 100 ان شاء الله. الصمدي تعاود الصحه وهذه هي واش ما ان شاء الله. سي شاب عيد ميلاد سعيد اخي الصمدي وكنتمنوا لك ان شاء الله الصحه والعافيه والهدف. عيد ميلاد سعيد اخ الصمدي وكنتمنوا لك الصحه والعافيه وطول العمر عقبه 100 سنه سعد خالد. يا سلطان الصمدي سنه سعيده عقبال 100 سنه كنتمنوا لك مسيره طيبه في المسار ديالك الرياضي. سنه سعيده وكنتمنوا لك مسيره طيبه في الميدان المهني ديالك. على علم ديالي انك صحفي، مزيد من التالق والبحث عن الحقيقه واثبات الذات وتمثيل يعني الجاليه المغربيه في المهجر. الصمدي انت اسد واهرم الكبير و صافي لقد جيلك التوفيق صمدي كلمه اخرى سي صمدي. وقبل كل شيء اود ان اشكر الاخوه اللي فرحوا بيا اليوم، خاصة الأخ يوسف بن شريف اللي صراحة من المفاجأة، لأن أنا عادة ما كنحتفلش بعيد الميلاد ولكن هذه مفاجأة، فأنا صراحة جد مسرور وفرحان بين هاد الأصدقاء الإخوة هادو اللي صراحة إعزازين عليا والمعزة ديالهم لا توصف، فاللي كتجمعنا هي المحبة. وصراحة كنشكر الجميع وكنشكر أخي سي هشام اللي هو أكثر من صديق، أخ عزيز وعزيز. أنا سي مصدق كذلك راهو فينا، هو يعني واحد الإنسان كذلك صديق من القدماء. أكيد هذا اليوم يوم السعادة ويوم الفرح. كنكرر الشكر ديالي للاخوان هادو، وكان كنشكر الاخ في الكلمه اللي ذكرها حقي، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا، ونتمنى ان شاء الله ربي يوفق الجميع ويحب سنه سعيده للجميع. رشيش معلم يوسف هادي ما صورنا لا زوج الشكر ديالك أنا شو بس أقطع كده.